بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتتعلق طبعا بأنشطة لتقويم التعلمات ودعمها. طبعا الوحدة الرابعة، المرجع هو المفيد في الاجتماعيات، القسم الخامس ابتدائي. إذا طبعا الدرسان المستهدفان هما المغرب، قيام الدولة الإدريسية وانتشار الإسلام في المغرب، ثم عندنا المرابطون، توحيد بلاد وامتداد الدولة. إذا نشرع على بركة الله. نبدأ بالنشاط الأول، التمرين الأول. أنقل الجدول التالي وأتممه بما يناسب من المعطيات التاريخية. نعم، عندنا هنا اسم المعلمة، مسجد الأندلس بفاس، دار طبعا الإمارة بعدوة الأندلس، ثم هنا فراغ، هنا جامع القرويين. طبعا هذه المعلمة نوعها، سنة بنائها، ومشيدها، ووظيفتها. إذا بالنسبة للمسجد الأندلس بفاس، طبعا هذه المعلمة فهي دينية، مسجد دينية، سنة بناء ديالها طبعا اللي هي 860 طبعا ميلاد، اللي هي 246 ميلاد هجرية، 246 هجرية. مشيدها طبعا هي ديك مريم الفهرية، خت فاطمة الفهرية، مريم الفهرية. طبعا الوظيفة ديالها المسجد، وظيفة المسجد هي إقامة الصلاة، تعلم الدين طبعا، أو التفقه في الدين. نعم، التفقه في الدين. بالنسبة سأضع لكم الكتاب، عندي الإجابات مكتوبة. دار الإمارة بعدوة الأندلس فهي مدنية طبعا، سنة البناء ديالها كان هو 192 هجرية. مشيدها هو إدريس الثاني، دار الإمارة مشيدها إدريس الثاني طبعا، فكهي مقر الحكم، مقر تسيير طبعا شؤون البلاد، مقر الحكم. هذه اللي هي الدفاعية طبعا، الأسوار هنا، الأسوار دفاعية، السنة ديالها 192 هجرية. وطبعا إدريس الثاني هو طبعا مشيدها. هذه الوظيفة ديالها هي للمراقبة والتحصين. ثم جامع القرويين، طبعا نوعها دينية، جامع القرويين سنة البناء ديالها كان هو 245 هجرية، يعني قبل مسجد الفاس بسنة، هذا 240 هذا 245 هجرية. فاطمة الفهرية أم البنين اللي هي الفهرية، لإقامة الصلاة وطبعا تفقه في الدين أو تعلم الدين. ها هي الإجابة عندنا مكتوبة، سأضعها لكم. نعم، إذا مسجد الأندلس قلنا دينية، بالنسبة لدار الإمارة مدنية، الأسوار دفاعية، وجامع القرويين هي دينية. هنا قلنا سنة بنائها 246، هي 246 طبعا هجرية. مريم الفهرية، خت فاطمة الفهرية، إقامة الصلاة، تعلم الدين. ودار الإمارة كما قلنا هي مدنية، 192 هجرية، إدريس الثاني هو طبعا المشيد، مقر للحكم ولتسيير شؤون البلاد. طبعا الاسوار هي الدفاعيه، النوع ديالها 192 هجريه، ادريس الثاني طبعا للمراقبه والتحصين. وكذلك جامع القرويين كان سنه بناؤه سنه 245، فاطمه ام البنين الفهريه، لاقامه الصلاه وتعلم الدين. اذا نمر الى السؤال الثاني. انطلاقا من تاريخ بناء مدينة فاس الإدريسية ومقارنتي بتاريخ اليوم، أحسب طول المدة الزمنية التي عمرتها هذه المدينة بعدد السنوات والقرون. نحسبوها بعدد السنوات ثم نحسبوها بعد القرون. حنا دابا الآن في سنة 2022، نعم، وتاريخ بناء مدينة فاس كان هو 789 ميلادية. عندو الفرق، نديرو ها هي الجواب ديالها. نديرو إذا بنيت فاس سنة 789 ميلادية، الآن نعيش حنا في 2022، غنديرو 2022 ناقص 789 فنجد 1233 سنة. ها هي السنوات، شحال لقينا؟ 1233 سنة، اللي هي 12 قرنا. إذا مرت عليها 12 قرنا. ثم أرتب الأحداث التالية زمنيا وأمثلها في خط زمني. نعم، إذا عندنا تاريخ بناء مدينة فاس، تاريخ بناء جامع القرويين، بناء طبعا بفاس، تاريخ بداية تأسيس الدولة الإدريسية، وطبعا هنا سنة نهايتها. إذا كاين تأسيس الدولة الإدريسية، بداية ديالها، ثم بناء مدينة طبعا فاس،
ثم بناء جامع قرويين، وأخيرا نهاية الدولة الإدريسية. ها هو عبارة عن خط زمني، قلنا نحاول نلخصهم في خط زمني أفضل. نعم، ها هو خط زمني. درنا هنا تأسيس الدولة الإدريسية كان سنة 172 هجرية، ثم بناء مدينة فاس 192 هجرية، بناء جامع القرويين اللي بناته فاطمة الفهرية 245 هجرية، وأخيرا نهاية الدولة الإدريسية اللي هي 375 هجرية. وهنا كنستنتج أن الدولة تمر من مرحلة تأسيس، ثم مرحلة البناء، ثم مرحلة النهاية اللي هي مرحلة الضعف. نمر إلى النشاط التمرين الثاني. ها هو، نعم، التمرين الثاني تيقول لنا هنايا طبعا يتعلق بالدرس ديال المرابطون، توحيد البلاد وامتداد الدولة المرابطية. وقد فيض الله هيئ بشخصية يوسف بن الشافعي توحيد المغرب الأقصى في ظل زعامة موحدة، والانطلاق إلى الأندلس كمنقذ لأرض الإسلام من أيدي النصارى، وأصبح يحكم مملكة مترامية الأطراف. مملكة مترامية الأطراف. أعرف بشخصية يوسف. إذا من خلال النص كتبين يوسف، طبعا هو مؤسس الدولة المرابطية، قام بتوحيد المغرب الأقصى طبعا، وأنقذ أرض الإسلام من طبعا من أيدي النصارى المسيحيين اللي هي طبعا الأندلس. إذا يوسف بن شافيل هو مؤسس الدولة المرابطية، قام بتوحيد المغرب الأقصى، ثم قام بإنقاذ الأندلس. واخا خدنا نحن واحد التعريف هنا ماشي ضيق شوية، هو هذا يوسف بن تاشافين مؤسس الدولة المرابطية، أصبح أمين على المغرب سنة 153 هجرية 1043 ميلادية. أبرز الدور الذي قام به في كل من المغرب الأقصى وبلاد الأندلس. إذا في المغرب الأقصى طبعا توحيد البلاد، وفي الأندلس إنقاذ الأندلس من المد المسيحي، حيث أضاف إلى تاريخ الإسلام 4 قرون، لأنها طبعا حيث أضاف إلى تاريخ الأندلس الإسلامية طبعا لما أنقذها، فأضاف إلى 4 قرون وهي طبعا تعيش في طبعا على جو إسلامي. مملكة، قال لك هنا أشرح المقصود بمملكة مترامية الأطراف. نعم، مملكة مترامية الأطراف يعني هي مملكة طبعا واسعة، يعني مملكة واسعة شاسعة، اللي هي إمبراطورية المرابطية. إمبراطورية المرابطية هنا قلنا أعرف صنهاجة، القبة المرابطية، جامع بن يوسف، ثم الأندلس والسودان. هاد التعاريف عندنا هنا. صنهاجة مجموعة قبلية أمازيغية من الرحل، موطنها الصحراء بلاد شنقيط، ومن فروعها جدالة اللي هي جدالة ولمتونة. القبة المرابطية ميضأة أو مكان وضوء قبالة مسجد يوسف بن الشافي، شيدت في عهد علي بن يوسف، شيدت في عهد علي بن يوسف. جامع بن يوسف طبعا شيده علي بن يوسف على الاسم ديالو. الأندلس اللي هي الأندلس التي أعتذر، الأندلس اللي هي الأندلس بلدان جنوب إسبانيا والبرتغال الحاليتين، دخل الإسلام وأسس بها الأمويون دولتهم بين 133 هجرية و422 هجرية. السودان بلاد في غرب إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تمتد بين نهري السنغال غربا والنيجر شرقا، والنيجر شرقا. إذا ترقبوا الحصة القادمة، أنشطة تقويم ودعم التعلمات الجغرافية.